The UAE 94 trial was featured enforced disappearances, allegations of torture. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عقدت أول ندوة حول انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. الندوة التي عقدت في قصر هيئة الأمم بجنيف بعنوان الإمارات دولة قمعية شارك فيها جمع من المختصين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أكدوا على أن نموذج الدولة القمعية آخذ بالتكرار في دول منطقة الخليج العربية. We saw a need for more attention to be paid to the issues that are faced in the UAE. We see similar sorts of issues that we see in Bahrain, that we see in Saudi Arabia, arbitrary detention, enforced disappearance, incommunicado detention, torture. We see all revocation of citizenship. الاعتقالات التعسفية وقمع حرية الرأي والتعبير حولت الإمارات إلى دولة بوليسية لا تراعي أي من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان حتى طال قمعها أفرادا لا علاقة لهم بالشأن الداخلي الإماراتي. ولكن من خلال التحقيقات أنها أثبتت من أجل السبب الاعتقالي من أجل حصول على بعض المعلومات على ليبيا، وأن خصوصا التهم أثبتت أن لها علاقة بالشأن الداخلي الليبي وليس لها علاقة بالإمارات. الإمارات حليف استراتيجي للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي تصدر لها الأسلحة وتقدم لها الدعم السياسي الذي يطلق يدها في قمع المواطنين. What the international community should be doing in the UAE is more focused on what they should stop doing rather than what they should be doing. The UAE is a key international ally of the West, who sell them bucket loads of weapons and support them politically with diplomatic support. دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تعرف كمركز لجذب المستثمرين أضحى ذكرها اليوم مقرونا بالقمع وبالمغامرات العسكرية الطائشة خارج الحدود. النموذج السعودي القمعي ينتقل رويدا رويدا بين دول منطقة الخليج، فبعد البحرين حان دور الإمارات العربية المتحدة التي توشك أن تتحول إلى دولة بوليسية. سهر عرابي للبحرين اليوم من قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.